كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. نمشي للجزائر بحب كبير لأول مرة على موزايكا فام، نستقبلوا فوبيا. أهلا وسهلا، مرحبا بيك. السلام عليكم. لاباس، شحوالك؟ والله الحمد لله، تولى عليكم. شنية الجزائر؟ والله الحمد لله، تولى على تونس تونس خوي. الحمد لله. فوبيا اسمك الحقاني إسحاق سعد الدين، 27 سنة، مغني راب جزائري من ضواحي جزائر العاصمة. علاش الاسم فوبيا اخترته باش يكون النيك نيم تاعك؟ فوبيا حاجة جديدة، ماشي مداري دور في المارشي. اي معاك، اما علاش الاسم هذا بالذات؟ المعنى حب يقول لا فوبي، فوبي ان فوبي جديدة في الراب. دونك من اسمك انونسيت الكولور متاعك، معناتها انت جاي باش تعمل فوبيا للرابرات الموجودين في الجزائر. صحيح، اكزاكتلي. هذه قمه الايجو تريب، معناتها في شويه ايجو تريب وفيها خدمه، شويه خدمه، ماشي زعما في الخدمه ما نخوفهمش بحاجات خايبين، حاجات تاع خدمه برك. وصلت تخوف اليوم بالموسيقى متاعك في الجزائر ولا ليه؟ نخوف كوتي حاجة مليحة، ماشي حاجة مش مليحة. مع اختيستيك؟ اختيستيك مو معناتها عادة وقت اللي إنسان بش يعمل موزيكا يعملها بش يعمل جمهور ويولي مشهور ويطولي عنده فانات تحبه وتسمعه. أما معك أنت تعلن صراحة، لكن أنت تعلن نعم، لكن أنت تعلن صراحة أنه الهدف متاعك هو أنك تعمل فوبيا وتخوف الناس اللي هما يعملوا في الراب. مش نعمل فوبيا، بس نعمل حاجة مليحة، حاجة تكون مفيدة للناس، حاجة تكون فيها ميساج، حاجة تكون فيها حكاية، حاجة تكون فيها عبرة، مش باش نخوف الناس ولا باش نآدي الناس. لا مش تآدي، معناتها وإنما جاي بالبديل وتعطي تصور جديد للراب كيفاش يكون يلزم يكون في الجزائر. هذا ولا ليه؟ هذا هو بالضبط. بديت الراب عام 2011، من 2013 اسمك ولا يسمع في الجزائر، وكان لازم نستناو 4-5 سنين باش نبدا نحكي عليك في تونس، على خاطر اليوم البصمه نتاعك واللي واضحه من خلال التكست نتاعك. تكتب وحدك انت؟ تكتب وحدك؟ شنو هي السورس نتاع الانسبيراسيون نتاعك؟ لي سورس تاع الانسبيراسيون تقدر تكون اي حاجه فيها انسبيراسيون، يعني كيما نقدر يكون فيلم، يقدر يكون تصويره، يقدر تكون حكايه من عند صاحبي، تقدر تكون من حادثه صارت في المجتمع، تقدر تكون اي حاجه، شغل كل حاجه نعتبرها سورس انسبيراسيون. العناوين نتاعك عاده عندهم غرابه وتحسهم فيهم ريشيرش، على خاطر مثلا عندك غنيه تشيرنوبيل، غنيه نيرفانا، غنيه فانتازيا، معناتها كل العنوان تبدا تعمله ريشيرش بالذمه، تقعد تلوج ولا كيفاش، ولا من الاول تختار العنوان وبعد تعمل الغنايه؟ لا، انا جينيرالمون كون ندير الغنايه بعد في الاخير هو اللي نختار العنوان، يعني ونحب العنوان يكون فيها كما قلت نوع من الغرابه، يكون حاجه ديفير، يكون حاجه تطيري، يكون حاجه مليحه، ماشي عنوان على حساب واش نقول في الروفرا ولا على حساب كلمه قلتها بزاف في الغنيه، يعني ندير لها عنوان. لا، الراب في يكون عندها حتى علاقه بالغنيه ويكون عنوان هكا. الراب في الجزائر شنو اموره؟ شنو اموركم مع بعضكم؟ اصحاب، عركه، حرب، شنو اموركم؟ نقدر نقول كانت كاينه عركه، لكن ما ديباساتش لي ليميت، بقات في حدود الموسيقى وما كان والو. اما دوك انا شخصيا انا جبت على هذه الامور وما زعما كيما نقولوا ما عنديش معهم فايده، ما عنديش معهم حكايه خلاص. لكن يعني تقول كبرت على اما فوبيا عاونتك شويه، على خاطر زاد كيف الكلاش اللي عملته لدين كانون عندها سمعك، معناتها زاد كيف الناس تلهيت بيك، الناس شكون هو هذا؟ والله ما سمعتك واش قلت لي. دين كانون قلت لك الكلاش اللي صار مع دين كانون خدمك زاد، لانه جلب الانظار ليك. جلب الانظار؟ لا، هذاك جلب لي غير واحد الكاتيجوري تاع ناس اللي تحب
جلب لي عباد جلب لي شغل حاجه ماشي مليحه كانت هذيك كما نقولوا هذيك حاجه سلبيه انا برمو ما جبت لي والو انظار انا كنت كان عندي جلب الانظار كما سيتيرين تاع موك صايب هذا هو اللي نقدر نقول عليه جلب لي الانظار ليا ماشي كلاش مع هذا ولا مع هذا تصالحت ما داروا لي والو فايده تصالحتوا مع ديدين انا صار صلح مع ديدين لا ما صارش صلح لكن ما كان والو خو خلاص تقدر تقول هو في جهه وانا في جهه وما كان والو ما عندي مشكل مع حتى واحد دوك فما شكون يعتبر انه لطفي دوب الكانون هو احسن رابر جزائري تتفق ولا لا مع الناس اللي يعتبروا انه لطفي هو احسن رابر جزائري انا بور مو قديما ماشي دوكا قديما نقدر نقول لك ايه نعم كان احسن من احسن لي رابر في الجزائر لكن الان ما نضمنش هذا الشيء وبالك هو كان على باله بهذا الشيء قلت لطفي تقدر تقول يبقى رمز من رموز الراب بالنسبه لتونس والمغرب والجزائر ماشي زعما غير في الجزائر كي نهضروا على لطفي ما نهضروش غير على الجزائر نصحته باش يبطل الراب مسموح لك باش تقول لطفي دوب الكانون بطل الراب انا بنت لي كان نصيحه باسكو كانت راح تكون احسن حاجه يقدر يديرها لطفي هو يعرف وقتاش الوقت بالضبط وقتاش يحبس باسكو لو كان حبس واحد الوقت كنا نبقاو نحترموا لطفي ما تقدرش كان راح يكون كما نقولوا اسطوره ما تموتش فكيف بقى يغني ما عادش يعطي بزاف ما عادش نتصور جمله كيما باش بوكو بلوس ليه ما كاش نتيجه مليحه جمله كيما هكا تغشوا لما يجي لا ما قلتهاش باش نكلاشي قلتها باللي كان مادابيا نشوف لطفي عرف وقتاش يحبس باش نبقاو دائما نقولوا باللي هنا كان عندنا لطفي باسكو لازم تعرف وقتاش تعتزل كيما نقولوا كيما زعما مارادونا كان بقى يلعب في الفوتبول ماشي يبقى يمد كيما دائما كان يمد واضح فوبيا فما برشا اسئله جاوك من عند لي فان على موزايك فام يسالوا على اغنيه موعد اغنيه مع ناس الغيوان ناس الغيوان هذه كانت فريستايل هذيك ماش اغنيه كانت فريستايل غير درتوها كبرت في الاستوديو طلعتها في انستغرام وسلام عليكم ما راحش يكون فيها تيتر هكا رسمي وندير لها كليب لا ما فما شكون يحبوا المشاكل قال لك وقتاش نشوفوك في كلاش جديد تشوفني في كلاش جديد اي كيولي الكلاش يولي الكلاش يمد لي زعما نلقى فيه فايده ولا زعما يكون حلو ولا يكون فيه بنه هكا فيه شارم صافي يكون كلاش ما عنده حتى معنى والكاليتي تكون تاع العباد اللي انت كلاش معاهم يكونوا بكاليتي رديئه ما نستفاد منه والو ما تقدرش تعرف وقت تشوف فيه كلاش قالوا لك شكون تسمع من لي رابور توانسه كوني نسمع من لي رابور توانسه بون كاين بزاف ما نقدرش نقول لك اكزاكت كاين الي كاين جي جي كاين كلاي كاين سمفارة سمارة كاع ملاح كاع ملاح الله يبارك معناتها تسمع راب تونسي تسمع راب جزائري تسمع راب مغربي رتبهم لي حسب القوه نتاعهم والخدمه نتاعهم والكاليتي نتاعهم اما اقوى الراب التونسي الجزائري والمغربي حاليا بالنسبه لي انا اي بالنسبه لي انا والله ما نقدر نرتبهم لك راك طيحني فاك دير لي في ديفياج هكا اللي يخليني يجوا لي كلاس كيما قلت هذا لا معناتها تنجم تقول انت اليوم معناتها نرى انه الخدمه معناتها نتاع المغرب احسن من الخدمه نتاع تونس نرى انه اليوم الفيوز في المغرب في تونس اكثر من الجزائر نرى انه الجزائر تكست اقوى من تونس معناتها انت عندك انا عندي نقدر نقول لك كل رابور وكل رابور من بلاد عنده الشارم تاعو وكل راب تاع بلاد عنده الشارم تاعو زعما كي تقول لي هنايا على الكتبه نقدر نجبد لك اسماء تاع من المغرب عندهم يكتبوا مليح من تونس يكتبوا مليح من الجزائر يكتبوا مليح
كل واحد والشار متاعه. والله ما نقدر نستفهم لك رانا شغلاني نشوفهم قاعنا بلاد واحدة في تونس كي المغرب في الجزائر نشوفهم بلاد واحدة ما قدرش نستفهم لك سكوني نشوف اللي نيفو رو واحد نيفو واحد ما كاش تباعد بزاف. حبيت نشكرك على غنية شايمة الغنية اللي تعاملت على طفلة صغيرة عمرها 8 سنين بجريمة شنيعة هزت الجزائر عام 2020 مشيت ضحيتها طفلة اسمها شايمة ونلقاو معناتها فوبيا يخدم على الغنية هذه ويخدم على القصة هذه ويخرج غنية باش اسمها بعد شوية. نتصور حكاية كما هكا مستك وخليتك تكتب وتعبر على يمكن وجيعة كاملة وجيعة خاطر اللي صار وجاع الشعب الجزائري الكل. بون الغنية كانت ذكرت فيها شيمة ما كانتش على القصة تاع شيمة الله يرحمها ذكرت فيها شيمة الغنية كانت بوكو بليس على الأخت يعني الإنسان كيفاش لازم يتعامل مع أخته والأخت كيفاش لازم تكون مع أخوها وكيفاش لازم يكونوا في زي ما يقولوا تربية يسيروا في زوج في تربية وأخلاق وكما يقولوا في حدود الله وهذه هي ما أبا سميتها شيمة عنوان الغنية شيمة لا كان عنوان تاع شي ما باسكو هذه المرحومه كانت كيما نقولوا من المتابعين تاع فوبيا ايزاك اللي خلاني نعطي لها هكا لمسه ندير عليها تيتر هكا باللي البنات ما قال لازم نشوفوهم كيما شيما لازم نتهلاو فيهم لازم قبل ما ترى كارثه لازم نكونوا متهليين فيهم ونخافوا عليهم وما نحبوش عليهم باسكو هذو خياتنا وبناتنا كيما اختك الحقيقيه. نشكرك برشا فوبيا يعطيك الصحه نتمنى لك النجاح والتوفيق وسلام لكل اشقائنا في الجزائر اللي يسمعوا فينا واللي تابعونا. فوبيا كان هذا اول ظهور لك في موزايك فام نتمنى لك كل النجاح والتوفيق.